بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للمتابعين. سنة جديدة عليكم إن شاء الله بالخير والسلامة والصحة والرزق الوفير. اليوم راح نحكي على الشاشات، شغلات مهمة جدا ونقاط لازم تعرفها حتى تتعامل ويا الشاشة بصورة صحيحة. عندنا هاي الشاشة راح نحكي عليها شلون راح نشتغل ونتعامل وياها. أول فقرة شغلة الأشياء المهمة اللي خطرة اللي لازم تتجنبها بالعمل. الفقرة الأولى شغلة الفيش. لاحظت يعني أكو ناس يردون يشلعون الفيشة، هاي حركوها من مكانها، يلزمها من ناية، لاحظ من مكان بعيد ويعتها، هذا كلش غلط. أول شيء راح احتمال تنخلع من الأسفل واحتمال تنقطع عندك هاي الوايرات. زين، الأسلم تحاول تثبت هنا بأصبعك، لاحظ، وعلى كيفك تشلحها. إذا ما جت وياك، إذا ما جت وياك بصورة صحيحة، لفضل تحاول بالقوة، القوة غلط هناية. إما تستخدم ترنفيس صغير تحاول تحركها، أكو قسم ملتصقات التصاق، يعني حاط لها مادة صمغية حتى ما تنشلع. إذا ما جت وياك شو تسوي؟ هذا كتر تخليها شكل جوا هذا الكنر، تشوف الكنر هذا، تخليه جواها وتحاول تحرك، تحاول تحرك يمين يسار إلى أن، لاحظ، إلى أن تنخلع عندك. هاي الطريقة السليمة لخلع الفيشة. لا تحاول تجرها من مكان بعيد، دير بالك، لأنه أكو فيش هساي بيها أربعة، شغلتها سهلة، لكن أكو فيش بيها 12 14 16 واير، لازم لو تجيب فيشة جديدة وتسوي جوينات أو تلحم من جديد. الشغلة الأخرى طريقة ترجيحها، تشوف هاي الموجهات الاثنين تقابل هاي الفتحات الاثنين، هاي الفتحات الاثنين، فمن ترجعها لازم ترجعها بهاي الطريقة. هاي مرحلة أولى. الشغلة الأخرى اللي يريد ننوه عليها، هذا شريط الشاشة، هذا قسم نسميه كوف، لأنه العفو شو اسمه، تيكون. التيكون نوبات يخلونه كارت واحدة وأحيانا يصير ضمن شريط الشاشة هذا. زين، يعني الأخطر ما بيها، الأخطر ما بيها هاي الكبسة، تشوفون هاي الكبسة اللي لازمة الشريط. هاي الكبسة أول شيء مثل تشلع التياب، لا تشلعها هالشكل تكيد، لا هذا غلط، لازم تثبت الشريط وتشلع على كيفك. الشغلة الأخرى، هذا الشريط، هذه الكبسة كلش خطرة، إذا انكسرت عندك راح تسقط عندك الشاشة. حاول لا تفتحها من ناية، حاول تفتحها بالمكان البعيد من ناية، حاول تفتحها من المكان البعيد أحسن لك. زين، لأن هذا السيستم أو المين بورد نقدر نبدله، بس هذا الشريط ما نقدر نبدله. لاحظ اتحررت عندك من ناية حتى تشتغل براحتك. الشغلة الثانية اللي أقول عليها، إذا عندك هاي السماعات مغطية هذا المكان مات الشريط، حاول ترفع السماعات لأنه تسوي لك إشكاليات، لا تبقيها، نصيحة. زين، حتى تشتغل براحتك. هاي شغلة كلش مهمة حتى من تشتغل بتأني. لاحظ هسه ظهر عندك شنو الموجود جوا. راح نجي نفتح السماعة الثانية. هذين الشغلات أساسية بالتعليم، يعني إذا تشتغل غلط بهاي الفقرات راح تسوي لك مشكلة. نجي على، لاحظ أكو تياب مخلين هنايا. زين، فأنت من تشلعها حاول تشلعها بكل تأني. زين، ودائما متي تشلع هذا ثبت الشريط حتى ما يسوي لك مشكلة. هذني الكوفات، هذا COF يعني chip on flex، هذني خطرات جدا، لأنه هاي شرائح وخطوط تمرير المن للشاشة. زين، عيني، هذه بوسادات دائما لازميها. الخطر بهذا الشيء، هواي ناس عبالهم ماكو شيء يلزمها تفتحها وتجرها، لا، تلاحظ هذا المكان، هذا المكان هذا هو تثبيت للشريط هذا. زين، عيني، راح نفتح كلهن ونشوف شو راح نتعامل وياهن. لاحظ هناية حرة، نجي نفتح هذا الأرضي اللي موصلينه بين الشاشة، أيضا لاحظ هالشكل بتأني. هسه أنا لقيت هناية لصق، هذا اللصق شو راح أتعامل وياه؟ أكو قطع منفس، هاي تشوفها، هاي موجودة هنا جوا عندك أنت بالتفسيخ أو العواكس مالت الشاشة،
هذه اللي موجوده بالشاشه تقدر تستخدمها. زين عيني، هسه انا قصيت من هذه وراح استخدمها. شلون افتحها؟ طريقه الفتح لاحظ، تبع علي، الزم هذه اثبتها واجي افتحها. الشغله هاي كلش مهمه، كلش مهمه اخوان، لانه الشاشه هاي مثلا حجمها 55، اذا انكسرت عندي الشاشه راح اتغرم يعني بالورقتين تقريبا. زين، اتاكد من هنايا، لاحظ انفتحت هنايا، دائما تعامل على كيفي، اجي افتحها من هنايا، لاحظ اكو بعد التصاق هنايا، اذا اكمل وياه، لاحظ هسه تحرر عندي هذا النص. زين، هواي ناس يستخدمون هذا الكتر حتى يفتح هذه الشرايط اخوان، هاي كلش خطره، لانه الكتر اذا فلت من ايدك، خصوصا اكو لواصق وين تكون موجوده قريبه على الكوف، فاذا فلتت ايدك ايش راح تسوي؟ راح تجرح هذا. زين، وتقصه، وبالحاله اذا انخلع شريط واحد الشاشه يطلع لك بها خط وتدخل بمشاكل ويا الزبون. فنصيحه، هاي لا تستخدمها ابدا. زين عيني، هاي فقط. بعد ما نكمل حتى لا يطول الفيديو، راح نفتح الشريط الثاني ونكمل وياكم. بعد ما تقلب الشاشه اكو لزقات هنا، لاحظها هاي شيلها بحذر، لانه اكو قسم من الشاشات ترى مغطينها بهذا اللاصق، خصوصا اذا بالجوانب، مغطيها من هذا باللاصق، اذا تشلعها راح تشلح الشريط الكوف همين وياه، فدير بالك من عده على كيفك بتأني. هاي مثبتات للشاشه، باو هنا همين تشوفها، فمن ترفعها ارفعها بحذر رجاء، لان اكو باو عليه مثل هذا مثلا، هالشكل يسوون قسم للشركات، فمن تشلح حتى راح تشلع الشريط الكوف الاسفل، فتاكد بانه ماكو كوف عندك ابدا موجود تحت هذا. لاحظ هذني كلنا حررهم حتى شنو اسحب الشاشه، اتاكد بانه ماكو ابد. خلصت، نجي شو راح نطلع الشاشه. طريقة رفع الشاشة، أول شيء الأركان هنا راح نشوفها، لاحظ هنا شلون مكبوسة كبس عليها، فأنت راد لك كارتات، أي كارت عندك زين تجي ترفعها بهالطريقة. لاحظ، شلون هالشكل، لا ترفعها قوي، تجي تخليها هنا هالشكل، تحررها من الأركان الأربعة، لأن هذا الشاشة اللي تكون كير يعني مقوسة يصير ضغط على الجوانب، فأنا راح افتح لك اياها صوره صحيحه. لاحظ، هاي اخطر ما يمكن هي الاركان، لا تحاول ترفعها زايد، مجرد شويه ترفعها وتخليها الشكل حتى شنو تخلص من الضغط اللي يكون بالاركان. هالشكل، نجي خلصنا هذا الشريط. لاحظ هذا الشريط اذا تخليه سايد احتمال بالملابس مالتك ينجر، بالملابس مالتك وينقطع هذا الشريط. لا تحاول تحركه حركه مبالغه، لانه هذه الشرايط اغلبها اذا شاشه قديمه راح يكون من الحراره يابس، فاليبوسيه مالته معناته شنو؟ تخلع عندك هذا الشريط. فانت شو تسوي؟ الطريقه السليمه حتى تخلص من هاي المشكله، راح تجي ترفع هاي الشكل، لاحظ بحذر بتأني الزقها ناية، من ناية الزقها حتى اخلص من مشكلة الشرايط. لا تتعامل وياها بعنف ابدا. زين عيني، هسه ثبتنا الشرايط، خلصنا من عندها، صارت خارج ال 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 السطح مالته، بس سوينا مشكلة. اجي اشرح اسوي هسه، راح اجي احرر الشاشة بصورة صحيحة. لاحظ ايديا اقربها من هنايا، وين خليتها؟ اذا تشوفون الشاشة عندكم من هنايا، هذا الثلث الاول تقريبا، وهنا تقريبا الثلث الثاني، فايديا اخليها وين؟ جوا الثلثين. طبعا هاي الشاشه مكسوره، احنا نشتغل عليها بس حتى تفهمون السالفه شنو هي. زين، لاحظ هسه انا سيطرت على الشاشه. زين، انتهت. اول شيء الشاشه لا ترفعها رفع مباشر للاعلام، تشوف ايديا شويه ابتعد التصوير، لا ترفعها رفع مباشر، لانه الرفع المباشر احتمال الشاشه ملتصقه بالجوانب وتسوي لك مشكله. فالاصح ان تمشي
تهشي هذا الكارت، لاحظ، حتى تتأكد بأنه ما عندك التصاق بالشاشة، تمشيها على كل الجوانب. زين، من 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 ترجع عليها. أحيانا اللاصقية من هذا الجانب، دير بالك. فنرجع ونقول إحنا هسه هسه نزمناها مثالث. زين، أجي أسحبها سحب. لاحظ وياي تصوير من بعيد. لاحظ سحبتها سحب بسيط هالشكل. أجي أوقف الشاشة هالشكل. بعد حالة أنا سيطرت على الشاشة، لزمتها. لاحظ هاي اللزمة مالتي، أشوفها مسيطر عليها. زين، أجي أخليها بالمكان الأمين مالتك اللي أنت حضره. زين، يعني المكان الأمين بحيث ما في حد يمه ولا عليه حركة ولا عليه سقوط، لأنه أكو قسم من الأخوان، قسم الأخوان حكولي على مشاكل صارت عندهم بالشاشات. يعني يقول أنا الشاشة كملتها وخليتها على ميز كبير، خليتها على ميز كبير، فعندي مزهرية يقول خليها فوق الشاشة، مزهرية فوق الشاشة. فيقول ما أدري شلون تحركت، وقعت المزهرية وين؟ على الشاشة، وانكسرت وتغرمت حوالي 250,000. هاي أحد المشاكل اللي حكالي عليها الأخوان. هاي الحالة لا تسويها عندك أبدا، يعني دائما خلي الفضاء اللي فوقها فضاء فارغ، يعني ما بي لا كارتات ولا فريات ولا أي شيء احتمال يسقط على الشاشة ينكسر. طريقة وضع الشاشة يعني من خلصها أنتم، هاي الطريقة غلط. هسه شوف عن الشاشات نكملها، خليها بصورة عمودية يعني ثابتة تشوفها، أو بهاي الطريقة لاحظها، وبهاي الطريقة نخلي عوازل بيناتها حتى شنو ماكو أي مشكلة، أخلي شاشة مقابل شاشة. هاي طريقتي أنا بالمحل مالتي، لأن محل صغير، فهاي طريقة سليمة بحيث يعني ما أخلي شاشة على الوجه الخارجي، لاحظ، وأخلي شاشة مقابل شاشة، وما أخلي احتكاك بيناتهم، ولا أخلي البلك. احيانا هذا البلك سويتش هو يكسر لك الشاشه. اذا خليت الشاشه مثلا على سبيل المثال خليتها هالشكل، لاحظ، وجدت الشاشه عليها، ايش راح يصير؟ تنكسر عندك. هاي الشغلات بنظر هواي ناس عبالهم شغلات تافهه، لكنه هذا الخطا، هذا الخطا يسوي لك كارثه. الشغله الاخرى بدنا نوضح عليها، من تفحص الشاشه، من تفحص الشاشه للزبون، لا تخليها على شيء متحرك. يعني مثلا عندي هذا الكرسي، هذا الكرسي متحرك، يعني ما يصير انا اخلي الشاشه هنايا واحصل هي، لا، يفضل يفضل ان تخليها بالقاع الشاشه مالتك، وتفحصها للزبون حتى ما توقع، ما تصير مشكله. لان انا صارت عندي هاي المشكله، خليتها على كرسي، الكرسي بانحناء فمزقت الشاشه وقعت. هاي المشاكل تصير عندك، انتبه عليها حتى لا توقع المشكله. فقلنا هاي طريقة رفع الشاشة صورة سليمة. أجي شلون أركبها؟ نفس الطريقة، راح أجي أشيلها، لاحظ إيدي هنايا هالشكل، راح أجي أخليها، ركزي على الأركان هناك، الركن من هناك، من هناك طالع، من هناك، إيه زين، راح أجي أخلي الشاشة هالشكل، لاحظ، وأنزل إيدي على كيفي إلى أن تقعد بالمكان مالتها. راح أجي أوخر ذني هسه. هواي اخطاء توقعون بيها من ناحيه تقعيد الشاشه، يعني الخطا هو مثلا، مثلا راح اجي هنايا راح ارفع لك اياها باعتبار انا هسه قاعدها خطا. لاحظ الشاشه هنايا، كبر لي عليها، اكو مخات تلزمها من هذا. شوف هاي الوسادات، لازم تتحسس باظفرك بانه انت دطخ بهاي الوساده، هاي حاصره للشاشه. هسه انا قاعد لكم اياها غلط، لاحظ وين قاعده؟ قاعده فوق هاي المخده، بحيث الشاشه ما قاعده، لاحظ اكو فراغ، تشوف الفراغ؟ فاذا هذا قاعده غلط، انا شلون اسويها؟ الخطا اللي يصير عند المصلحين يحاول يكبس من هاي للاسفل حتى يقعدها بصوره صحيحه، وهاي كارثه، لانه تنكسر، وهاي انكسرت عندنا وصارت. زين؟ فالطريقه الصحيحه راح اجي احرك شويه من هاي الشاشه، لاحظ من هاي، واحركها يمين. زين، لاحظ، اها، هسه قعدت من هاي، بقت من هاي ما قاعده، اذا لازم تسحف شويه لغاد. لاحظ هسه قعدت بمكانها الصحيح. شو راح تحسس بيها؟ لاحظ، تشوف هاي صدت، ما طول صدت هنا، تلاحظون، اذا هاي قاعده مكانها الصحيح بالتجويف، لازم تكون اسفل هذه المصدات. نجي من هاي، لاحظ،
إذن قاعدة مكانها صحيح. أتأكد من كل الأركان. لاحظ هاي قاعدة صحيح. لاحظ قاعدة صحيح. لو فرضا أنا ما قاعدة صحيح شو يصير؟ الورقة سوي تجربة عليها تطلع قبل، تفتهمني؟ فأني لازم شو أسوي؟ أقعدها بصورة صحيحة. إخوان هاي الشغلات، هاي الشغلات والله العظيم إذا ما تسويها بحذافيرها راح توقع بمشكلة. ذاك الوقت تتذكرني تقول شرح لنا عليها بس هاي ما التزمت، راح توقع بمشاكل ويا الزبون. هسه هاي الشاشة 55 احتمال يعني خسارتها بالورقتين ثلاثة. فانتبه على هاي السوالف، لأنه هاي السوالف أخطر ما يمكن بكل الشاشات، أخطر ما يمكن بكل الشاشات. فانتبه عليها، رجاء انتبه عليها بصورة صحيحة. إذا تريد تفتح شاشة بالبيت لا تفتحها ويمك طفل. من تريد تفتحها وتريد تستخدم تصليح يوم ثاني أمنها المكان بحيث بعيدة عن أنظار العائلة، بعيدة عن أنظار الأطفال. خلي حماية عليها، سلام عليك، خلي حماية عليها لأنه توقع بمشاكل ومطبات. ما أريد أطول عليكم، تحياتنا لكم وأتمنى لكم سنة جديدة وشكرا لكم.